مدرسة ميدلينغتون المتوسطة هي مدرسة عادية فيها تلاميذ عاديين ومشاكل عادية، ولكن حياتي أنا ليست عادية على الإطلاق، فكما ترون لقد تربيت مع الحشرات. فهمتم الصورة؟ دعوني أحذر. بيتر، نيتا، مفاجأة يا عزيزتي كريبي. كنت أظن أنكما في باريس أو في برلين. كنا هناك منذ أسبوعين، لقد عدنا للتو من بودابست. وبعد كل هذا الاحتفال والقفز، تدركين أن كل هؤلاء المشاهير نساء سمراوات في الأصل. نحن نرغب في شيء جديد للمرح. في ميدلينغتون؟ أرينا أهم مواقع سياحية في البلدة. هناك معرض الشمع والعرض المخيف في الكرنفال. سأريكم هذه المواقع بعد أن أعود من المدرسة. أنا أشعر بالحماس منذ الآن، الألحان الصاخبة تناديني. أنا متحمسة أيضاً للرقص. ديتر، موسيقى! أوه لا، لا يمكنكما أن تأتيا معي، فكرة سيئة. كريبي كريتشر، أسرعي وإلا فسأضربك. ديتر، اخفض صوت الموسيقى بسرعة. أوه كريبي، مع من تتحدثين؟ وما هو هذا الصوت؟ لا شيء، كنت أغني فقط. ديتر، اخفض الموسيقى. إنها خشنة ولكنها مرنة. كم أنا متشوقة لأتدلى على خيط. هل لي أن ألقي نظرة على رأسك؟ أبعدي يديك عن شعري. أرجوك دقيقة واحدة فقط. مهلا، توقفي، تراجعي. أيها التلميذان، ما المشكلة هنا؟ لا أعرف، ولكنني شعرت بالحكاك فجأة. حكاك؟ بحسب خبرتي طوال هذه السنوات، هذه إشارة وجود قمل في رأسك. سأحل هذه المشكلة، فأنا مستعدة تماما لمثل هذه الحالة. أخرجي من هنا فورا. كريبي، لا يعقل أنك تحدثينني. ماذا؟ لا، بالطبع لا. يا لهذه المادة. ما فائدتها على أي حال؟ هاي، مهلا، لا تعبثي بشعري. أنا آسفة هاري، ولكن علينا أن نزيل أي مصدر للعدوى في رأسك. في عالم تصفيف الشعر، قص الشعر ينقذك من الكثير. هل هذا صالون الحلاقة؟ أحب جولي جولي. قلت لكما أن المجيء إلى هنا فكرة سيئة، فالآنسة مونسيرات مهووسة بالنظافة. لماذا تتحدث كريبي مع المشط؟ أليس للمشط أسنان؟ إذن يستطيع أن يتكلم. ديتر، موسيقى! أخرجا من هنا فورا. أه
سيد بنتلي، أنا متأكد من أنك تعرف أن ارتداء القبعات ممنوع في هذا المبنى. دكتور باباز، هل يمكن أن أرى القبعة؟ بالطبع لا يا آنسة كريتشر، لن أعطي هذه القبعة لأحد حتى انتهاء العام الدراسي. هذا غريب، كنت أظن أنني سأجد قملة أو قملتين على الأقل. آنسة كريتشر، أنا أصر على أن تفلتي ذراعي. ديتر، ميتا، أقفزة. كريبي، هل تتحدثين إلى القبعة؟ لا، علي أن أذهب. ليس بهذه السرعة. كريبي، لما تتحدثين إلى أشياء غير حية؟ قد تكون هذه مرحلة متأخرة من النمو وهي مرتبطة بالطفولة المبكرة. حسناً، أنا... ولكننا سنتحدث عن هذا بعد أن أفحص رأسك. كنت أعرف هذا. انتباه أيها التلاميذ، من أجل صحتكم وسلامتكم سنبقيكم في أماكنكم. ما الذي أغضب الأنسة موتسرات؟ أحدهم عطس ولم يضع يده على فمه. لا أظن أن أحداً رأني أفعل ذلك. أضيء الضوء الأحمر، ليبقى كل واحد في مكانه حتى نزيل التلوث. إزالة التلوث؟ أنا خائف جداً، إلا أنني متحمس أيضاً. سأحضر الصابون المضاد للقمل. هل تريدين إنزالنا في البالوعة؟ لن ينزل أحد في البالوعة، لابد من وجود مخرج آخر. بالنجاة يا قريبتي. لا تكن متأكدا. كريبي، لا بأس في ذلك. أين هو أقرب مخرج؟ شكرا، تمسكا جيدا. استعدوا للبحث عن العدوى. حرق في المنطقة 13. أنا لا أفهم ما يحصل، إن رأسك نظيف تماماً ورؤوس الجميع نظيفة أيضاً. لابد من أنه كان إنذاراً خاطئاً. كيف يمكن لموتسرات أن تخطئ؟ هل أذهب الآن؟ ربما علي أن أقوم ببعض التمارين النفسية. كيف يمكن أن أشكرك يا قريبتي؟ نحن لن ننسى أبداً. لماذا التصوير؟ هل هذا؟ نعم. وداعاً كريبي. في عالم تصفيف الشعر، قص الشعر ينقذك من أشياء كثيرة. أقرباء القمل يفضلون شعر المشاهير، ولكن بيض القمل لا ينتقل كثيراً. من خلال إفرازات والدة بيض القمل يلتصق البيض برأس مضيفه. متى وجد القمل يصعب التخلص منه.